تطوير اللغة جزء مهم في بداية حياة الأطفال، فمن المهم التفاعل مع الطفل في هذه المرحلة لتحفيز وتشجيع الطفل. يبدأ الطفل حياته بإصدار أصوات عشوائية غير واضحة منذ ولادته إلى أن يبلغ الشهر السادس تقريبا، ومع تقدمه في السن تتطور لغته وتزداد تطورا بحيث يستطيع نطق بعض الكلمات وبعدها التواصل مع الآخرين والتفاعل معهم. في هذه الدراسة يتم التركيز على جانب التطور اللغوي للأطفال وفقا لنظريات في مجال تطور اللغات لباحثين مثل بياجي وفيتشتسكي. إن الهدف من هذه الدراسة هو تحسين إمكانية الأطفال في نمو وتطور القراءة والكتابة لديهم من سن مبكر، وذلك من خلال عدة نواحي مثل الناحية الاجتماعية والعاطفية ومن الناحية الإدراكية في الأعمار المحددة في هذا البحث من سنتان إلى 8 سنوات، وذلك سيساعد الأباء والمعلمين من خلال تعاملهم مع الأطفال. وفقا لفيجيتسكي، فإننا لا نستطيع فهم البشر إلا في سياق البيئة الاجتماعية، وأن التفاعل الاجتماعي هو الميكانيزم، الأسلوب والأداء والطريقة الذي عن طريقه تنقل قيم، عادات واعتقادات ثقافية معينة من جيل إلى جيل. الأطفال يكتسبون المعرفة والمهارات عن طريق خبرات المشاركة مع الراشدين والرفاق الأكبر سنا. الأداء اللغوي قد يؤثر بمجموعة من العوامل البيئية المحيطة، وبالتالي يركز اهتمام بياجي على النمو العقلي المعرفي الذي يطرأ على الإنسان السوي خلال مراحل نموه المتعاقبة. ويهتم بياجي في نظريته 3 عمليات أساسية هي التماثل والموائمة والاتزان. يشير التمثل على تكيف البيئة، وهو عبارة عن إبراز خبرات جديدة تضاف إلى خبرات سابقة، وتشير العملية التكميلية التي هي التوائم والموائمة، لذلك التكييف الضروري للبنية العقلية الموجودة للواقع، وهي عبارة عن إضافات خبرات جديدة لم يسبق تعلمها. يعتبر منهجية البحث من أهم الأقسام في الورقة البحثية، حيث بدأنا بملاحظة الطفل وتسجيل كل ما تم ملاحظته، ثم قمنا بإجراء استبيان ونشر بين أولياء الأمور، وبعد الانتهاء من الاستبيان قمنا بتسجيل المناقشة والنتيجة، وفي النهاية وضعنا الخاتمة. الطفل مطر يبلغ من العمر 2.5 سنين، يتميز بشخصيته الاجتماعية. الأشياء التي يحب فعلها دائما هي اللعب بالسيارات والاستمتاع بقراءة كتاب My First 100 World. لونه المفضل هو الأحمر، يجيد اللغة العربية والإنجليزية، ولديه طفل في نفس العمر وهو ابن عمه. تمت ملاحظة الطفل مطر ومدى تطوره من خلال تقديم له بعض الأنشطة مبنية وفق اهتمامات الطفل. الأنشطة تطرح عن طريق اللعب، وذلك لأهمية اللعب في التعلم للأطفال خاصة في سن الطفل مطر. تم تقديم للطفل بعض الأنشطة، وكانت الملاحظة لمدة 2 أسبوع. في الأسبوع الأول تم تقديم 3 أنشطة. في النشاط الأول قمنا باستخدام 3 عصافير حية، وكان لون الأول برتقالي والثاني أصفر والثالث أسود، وطلبت من الطفل ذكر الألوان. في النشاط الثالث قمنا باستخدام بالونات ملونة مملوءة بالماء. في البداية نقوم بسؤال الطفل عن ألوان البالونات، وبعدها يكمل اللعب. في النشاط الثالث كان عبارة عن مجموعة من الكور الملونة، ويجب على الطفل مطر ذكر الألوان. قمنا باختيار 4 ألوان للتركيز عليها. في الأسبوع الثاني قمنا بتكرار 3 أنشطة لاختبار مدى تعلم الطفل. في النشاط الأول الذي كان ألوان العصافير، والثاني البالونات المملوءة بالماء، وفي النشاط الثالث قمنا باستخدام الكرات الملونة، و تبين لنا سهولة وسرعة تعلم الطفل هذه المصطلحات. وتم تكرار هذه الأنشطة على مدى 2 أسبوع مع ملاحظة مستمرة. هذا كلار إيما فاند بو باج Color. This one. Butter. This one. Butter. Color.
The alarm. What this color? Blue. This color? Red. This? Blue. Hello. Lima. Hello. Red. Red. هذا شو؟ Red. Amos. الطفلة هاجر محمد، العمر 7 سنوات. في هذا النشاط نقوم بعمل الحواس الخمسة عن طريق القصاصات الأوراق. من خلاله الطفل يتعلم ويتعرف أيضا على طرق أنواع الحواس الخمسة وما استخدام كل واحدة منها. مثال الآن حاسة الشم تمكنت من التمييز والتعرف على هذه الصور، والآن تنتقل وتختار المناسب لهذه الحاسة، والتي تليها هي حاسة التذوق. يعتبر هذا النشاط ممتع ومسلي بالنسبة للطفلة، من خلاله تتعرف على الأنواع التي يمكن من خلاله الطفل أن يميز كل حاسة وكل ميزة لها. مثلاً الآن نرى حاسة التذوق، يمكن أن نرى فواكه، الطعم إذا لم يعجبنا، ليمون، وهكذا. وننتقل بعدها إلى حاسة السمع والنظر واللمس. تقوم بتشكيل الوردة. هذه النظرية لمونتسوري، حيث أن الطفل يتعلم من خلال القيام بالعمل، قيام بعمل ما، ويمكن أن يتعلم هذا الشيء بمفرده استقلاليا، القيام بهذا الشيء باستقلالية. هذا ما يميز نظرية مونتسوري. هذا النشاط يعتبر سهل وبسيط ولا يأخذ من الطفل أي وقت. في الأسبوع الثاني تتعرف الطفلة على أجزاء النبتة. هذا الدرس بسيط جداً، مجرد أن تختار الأماكن المناسبة لكل كلمة. مثلاً الزهرة تضعها أمام الزهرة، الورقة أمام الأوراق والساق، وأيضاً الجذور. إذن بالنسبة للاستبيان وضعنا 9 أسئلة مختلفة عن تطور القراءة والكتابة لدى الأطفال، واستهدفنا الآباء والأمهات للإجابة عليه. أظهر الاستبيان في السؤال الأول عن الكلمة الأولى للطفل أن 55% من الأطفال نطقوا كلمتهم الأولى قبل السنة الأولى. والسؤال الثاني عن ما هي الكلمة الأولى، كانت نسبة 58% أعلى على إجابة بابا. وأظهر أيضا السؤال الثالث الذي تحدث عن ما إن واجه الطفل صعوبة في نطق بعض الحروف، وكانت الإجابة أن 62% نعم قد واجهوا بعض الصعوبات. تحدث السؤال الرابع عن التكنولوجيا وما إن كانت تؤثر على تنمية القدرات للطفل اللفظية، وكانت الإجابة الأعلى أن 53% من الآباء يجدون أن التكنولوجيا مؤثر كبير على تنمية الطفل اللفظية. السؤال الخامس كان هل يتعلم الطفل الأفعال أم الأسماء أولا، وكانت 58% من الإجابات أن الأطفال يتعلمون الأسماء أولا. السؤال السادس تحدث عن القصص المصورة ومدى تأثيرها. أجاب الآباء بنسبة 79% أنها تؤثر بشكل كبير وإيجابي.
ثم السؤال السابع وكان: هل الأطفال يحتاجون أن يكونوا أذكياء لتعلم القراءة في سن مبكر؟ استخلصنا النسبة الأعلى للإجابة وهي لا بنسبة 44%. السؤال الثامن ناقش الطريقة الأفضل لتطور القراءة والكتابة لدى الأطفال، وأجاب الآباء بنسبة 48% أن القصص المصورة هي الأفضل. وآخر سؤال للاستبيان كان: هل التعليم التقليدي هو الأفضل لتطور القراءة والكتابة عند الأطفال؟ وكانت هناك العديد من الإجابات المختلفة، ولكن النسبة الأعلى كانت 62% من الآباء يوافقون على أن التعليم التقليدي هو الأفضل. في المناقشة والنتائج، في البداية قمنا بتحليل 4 أطفال وقمنا بأنشطة متنوعة تتناسب معهم. هذه الأنشطة كانت فعالة وجديدة، حيث أن الأطفال تمكنوا من إتقان مهارات جديدة واكتساب خبرات ومفردات. أيضا لا ننسى أن الاهتمام منذ الطفولة هو الأهم في تطور الأطفال، وأيضا التكلم مع الطفل يعتبر من الأساسيات في التعليم والتي تعتمد على الوالدين. في النتائج التي لاحظناها في الأطفال هي سرعة استجابتهم للأنشطة والقدرة على استيعابها، وحتى في وقت كنا نخصص لهم للمراجعة كانوا متذكرين المعلومة بشكل صحيح والمطلوب، فكنا نقسم الأنشطة على أسابيع، فمثلا الأسبوع مخصص لتعلم الحواس وما هي وكيف نعرف كل حاسة وميزتها، وأيضا بعض المسابقات التشجيعية في التعلم، وفي الأسبوع الثاني نعطيهم نشاط مختلف آخر وهكذا. ومن بعد هذه الدروس نقوم بمراجعتها كي نتأكد أن الطفل أتقن وفهم الدرس جيدا. وهناك أيضا مشاهد بعض الفيديوهات التعليمية والمناسبة للطفل التي تعزز من خبراتهم الواسعة وتفيدهم في اكتساب مهارات متنوعة وجديدة ويتم تطبيقها في الحياة اليومية، مثل فيديو تعليمي عن غسل اليدين بالصابون، فهو يتعلم أننا لا نكتفي بغسلها بالماء إنما نحتاج الصابون لكي نتأكد أنها تنظفت تماما. التعلم من المهمات الصعبة والشاقة، ولكن تلقي ثمارها عندما ترى الطفل وقد تعلم كل هذه الأشياء، وخاصة إذا كان في وقت قياسي. ولا ننسى أن التعليم مرحلة التعلم في الطفولة هي النقطة والقاعدة الأساسية التي سيبني عليها بقية المراحل والخبرات في هذه الحياة. في هذا الأسبوع اختلفنا في طريقة التعلم، أحببنا أن تكون طريقة التعلم عن طريق برنامج يساعد الطفل على التعلم بشكل ممتع ويجعله يتحمس أكثر لمعرفة الإجابة. مثلاً مثل ما نشاهد الآن نقوم بنشاط تنوين الضم، تنوين الكسر، وتنوين الفتح، مناسب لعمرها جداً. من خلاله تختار بعض الكلمات المناسبة لكل تنوين. بالنسبة للبرنامج، اسم البرنامج وورد وول. هذا البرنامج فيه الكثير من الأشياء التي تساعد وتساهم في التعلم بشكل أسرع بالنسبة للطفل، ولا يشعر أيضا بالملل، ويمكن من خلاله أيضا أن تقوم بأشياء أكثر من مجرد عمل واحد. مثل ما نشاهد هناك أنواع كثيرة يمكن خلالها أن تتعلم التنوين عن طريق هذه الطريقة، وعن طريق التوصيل، وعن طريق الصور، وأشياء أخرى كثيرة متنوعة. في ختام هذا البحث استخلصنا طبعا من بحثنا أن الأطفال متشابهين في بعض الأشياء مثل حبهم للتعلم والمعرفة الجديدة، وأن الأطفال مختلفين عن بعضهم في طريقة الفهم، فلكل طفل طريقة نمو وبيئة مختلفة عن الآخر. وطبعا الآباء والمعلمين لهم دور كبير في المراحل المبكرة من عمر الطفل، وليس فقط من الجانب النفسي والفكري بل أيضا من الجانب اللغوي.